بغض النظر على عيد المولد النبوي واش بدعه ولا سنه، هو كتكريم للرسول صلى الله عليه وسلم الخير الخلق، يستحب ان الانسان يحتفل به. ومي الانسان ما فهمتيني ما يكلفش على راسه، فهمتيني، هو من المستحب ان الانسان فهمتيني نحيدوا بدعه نحيدوا السنه، فهمتيني، من المستحب ان الانسان يحيد ذكرى ديال الميلاد ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. سيقول لي هو مستحب سنه العيد النبوي الشريف سنه. لا، العيد المولد النبوي بدعه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش كيحتفل بعيد الميلاد، هو ذكرى فقط. سنه عيد المولد النبوي سنه، هي واش هو فاش وفاش تولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ماشي بدعه، ماشي بالعكس، انا ماشي بدعه، هذه واحد عيد المولد النبوي الشريف الحمد لله. وفي المغرب حنا والحمد لله كيتلاقاو الحباب والصحاب والخوت الحمد لله، فهمتي، ما هذه القضيه ديال البدعه، انا ما عنديش انا بهذه القضيه ديال البدعه، فهمتي دابا ولا لا؟ هذا عيد المولد النبوي الشريف الحمد لله كيتلاقاو الحباب والصحاب والعائله، وكل اللي مسكين كيتلقى صغير في مدينه اخرى كيتلقى مع خوته وحبابه، كل اللي غيشوف نسابه كل اللي كيشوف عائلته، فهمتي، ما هذه القضيه ديال البدعه، انا بالعكس انا ما عنديش انا هذه القضيه هذه، فهمتي دابا ولا لا؟ انا نطلبوا من عند الله، الحمد لله حنا المغرب عندنا العيد ديال العيد ديال رمضان وديال العيد الكبير وديال عيد المولد النبوي الشريف، الحمد لله كيتلاقوا الحباب الصحاب، فهمتي دابا ولا، القلوب كيتفصوا بيناتهم، فهمتي، ما هذه القضيه البدعه، انا بالعكس انا من عندي تخربيق انا بلاتي انا، فهمتي. الله يدخلوا على الامه الاسلاميه بالخير والبركه والهنا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تيفي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزيارة موقعنا www.masinktv.ma.